السلام عليكم المتتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد فين دوز الطفولة ديالي، فين خلاقيت، نوريكم ان شاء الله. مهم، عندي ذكريات زوينة هنايا بزاف. هذه دارنا من كنت صغيرة، هنايا تزاديت وكبرت، بعناها ورحلنا. الجيران ديالنا حتى هما راه ما بقاوش تما، بقى غير هاد الشهر هذا اللي هنايا، راه هو اللي بقى هنايا. مهم، هنا دوز الطفوله ديالي، هنا لعبت، هنا كل شيء. مهم، عندي ذكريات زوينين بزاف بزاف هنايا. جاني البكا والله، هاد الشجره شحال لعبت فيها، درت فيها الطيطوشه. كانوا بزاف د الشجرات، انا بقات غير هادي هي اللي بقات. هادي هي الدار. المهم بعناها ورحلنا من هنايا، هما راه صوبو دابا الطريق من هنايا، ما كانش الطريق دابا صوبوها، كطلع حتى للدوار. يعني اللي باغي يجي لهاد المنطقه راه الطريق مصوبه. انا هبطكم لواحد الكاف، واحد الكاف زوين جاي مورا دارنا. بقاو معايا تشوفوا الدار، تشوفوا الكاف ماشي الدار. حنا هبطنا للكاف، انا هابطه في الطريق، كتشوفوا واحد الثعلب راه هو. قالت لي يا بنت خالي، قال لك داك الرنب ديال الخلا عرفتو؟ قلت لها ولا ولا السبع، قلت لها داك راه الثعلب. المهم حنا غنهبطوا دابا للكاف. كان واحد ملي كنا ساكنين تما، كان واحد السيد ساكن حدانا، كان في الليل كيهبط كيشعل الضو في داك الكاف، كيتجمعوا الحمام على ديك لامبا اللي كنتو كتعرفوها، وكيبقى يقبط الحمام كيجيبو لنا كنربيوه جارنا. دابا ما عرفت واش مازال فيه ولا لا، واش كيجي ليه الحمام ولا لا. شوفوا هاد الحجرة سبحان الله، مي كنت صغيرة وهي تما ومازال. و الناس سارحين بالجهة اللي مني في الجبل. هذا هو الكاف، راه قديم، داك الشيء هابط منو كحل ما عارف شنو هو، هذاك الشيء جاي بحال الزفت. فيه النحل، كاين النحل في هاد الكهف بزاف،
خفت. هذا هو الكاف، شوفوا كي جاي، منظر زوين الصراحة. الله هاد الكاف راه كاين غير مور الدار اللي كنت ساكنه فيها، شتو النحل راه هو. اللي بغى يعني اللي وصل المنطقه وبغى يهبط يتصور تما يهبط عادي، راه كاين الامان، ما تخافوا من حتى شي حاجه. يعني اللي بغى يهبط يتسارى ولا ما يخاف حتى شي حاجه. الدنيا زوينه و انتم شتو ديك الدار دايرينها للبيع، كنطلب من الله يسهل عليا وتكتب ليا ونرجع نشريها، لان دوز فيها الطفولة ديالي، ذكريات زوينة الصراحة. الله ملي كنوصل تما كنرجع للطفولة، يعني كنتخيل داكشي كاع اللي دوزت في صغري.